ورث لفضيلتكم شيخ صالح عن زكاة الحلي وجهه جزاكم الله خيرا. هذه المسألة هي اختلاف بين أهل العلم. الجمهور على أن الحلي المستعمل ليس فيه زكاة، لأنه يصبح من المستعملات مثل الثياب والملابس والمحاسن والمراكب، لأنه لا يعد للنمع وإنما يعد للاستعمال. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وذهب بعض العلماء إلى وجود الزكاة فيه. المسألة اختلافية. على كل حال إذا زكاه خروجا أو زكته خروجا من الخلاف واختلاطا للجنة، هذا عمل طيب. جزاكم الله خيرا.